السلام عليكم البنات الرجاله، كديرين عيالات ورجال كبار وصغار؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير. تنشكركم بزاف على الكومنتير الزوينه، على لي زابوني، على جيم. كنشكر كل كي ينورني في قناتي، كنشكر القديم والجديد واللي تيدخلوا جداد، وكنشكر الناس داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم فيديو جديد نقدم لكم في هذا الجو، هذا الجو المثمر. عرفتوا السمرة 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 السمرة، الموت الموت الموت. شوفوا معايا الجليد، ها تقدروش تمسوا، ها الجليد، هاد الجليد تا هو بحكي شبه التلج، الدنيا بايضة، ها تا هو كتوركوا عليه كيتكاغط، يعني كيشبه سبحان الله العظيم التلوجات، كيشبه التلج سبحان الله كلشي، ها وهو كيسموه الجليد. هاد الجليد سبحان الله راه كان كيطيح قديم عندنا في المغرب، معقل عليه حنا ملي كنا صغار. ها تشوف الدنيا كاملة مبيسة، كيبان بيض، ها كيبان بحال التلج ولكن هو ماشي تلج، اه جليد. شوفوا انا كنصور لكم من هذا الطريق، ها انت شوفوا الاشجار مع فصل الخريف ولكن قريب فصل الشتاء ان شاء الله. ها انت شوفوا هنا البيوضه، عرفتي كيزلق، ها ها شتو، ها كيتفرتت بحال التلج، ها ولكن هو ماشي تلج، يعني كيسمى الجليد. اه راه قديم. ايوا المهم انا غاده في هذا الطريق، كملت خدمه وغاديه. ايوا هادشي اللي كنصور لكم هاد المنظر، شوفوا المنظر تاع الخريف. ها انتو شوفوا باش تعرفوا، ها انتو هاد البتيت طلاك، ها شوفوا كي مجمده، ها تلجت تلجت لدرجه الحوت الوسط منها تجلد تجمد. شوفوا كي متلجه، ها شوفوا التليجات، هذا الجليد شتي بحال التلج سبحان الله العظيم. ها انتو شوفوا كي كرمات هاد الضايه، كرمت كرمت، هذه ضايه ديال هاد الناس. ها المهم هانت شوفوا شوفوا الوراق الخريف، يعني باقي فصل الخريف، باقي ما جاش فصل الشتاء، يعني فصل الشتاء. هانت شوفوا الاوراق، هانت الحقيقه الخريف عنده منظر في الحقيقه. شوفوا شوفوا الشجر الخريف، شوفوا هانتوا اوراق الورقه تساقط. وانتهزت هاد الفرصه قلت نصور واحد الفيديو، تشوفوا من اوراق الخريف، شوفوا الدنيا كي دايره، شوفوا الجليد الجليد. عرفتي انا راه دايره الليقات، ولكن حيتاش ما كنبغيش الليقات اللي صباحهم كاملين، حيت ما كنعرفش نشد التليفون، ما نعرفش تيديروني، دايره نص ليقات. المهم هادو نصاصيين هكا تيعجبوني، راني غاديه. تشوفوا صار لكم كلشي، الشميشه هي كاينه الشميشه، هو ملي تيكون الجليد تيكون الشميشه. شتو ها انت شوفوا الطريق كي دايره، شوف انا بوحدي، انا والله ربي حاضيني، والله معانا. الحمد لله، اللهم لك الحمد. ايوا كل من جات على كل من جاتنا الحمد لله، الله وشكره. المهم هاني خارجه مع الطريق وغاديه ووحدي في هاد البلاصه. هادشي اللي كاين هادي، ها انت شوفوا شوفوا الاشجار، شوفوا الدنيا، شوفوا اللي وحدي واحد الهدوء، واحد يعني واحد البلاصه ما نقولش ليكم. هاد البلاصه راها كتمشي لوطوروت، انا حتى نمشي لوطوروت باش نجي نخدم في هاد البلاصه. شوفوا كي دايره، ومالي الناس ما كاينينش، يعني كملت وغاديه خارجه. كاينينش، تسنى راجل يجي، قلت ها نتمشى، حيت هادي هي الطريق اللي ما عدوش فين يتوضر عليا، غيدوز منها هي باش يجي يديني. ايوا المهم انا غاديه وغنخرج في دم، ملي غنسالي هنا غنخرج في الديور. ها هي كاينه واحد الدار هنا باقا ستصلح، شوفوا الدنيا كي دايره، شوفوا 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 هانتوا شوفوا الشجر، ها باقي الشجر دايرين. فصل الخريف عنده واحد، حتى فصل الخريف عنده واحد لوشاغ. شوفوا شوفوا سبحان الله العظيم الجليد، شوفوا الجليد، ها الجليد شتو، هذا هو الجليد، ماشي التلج ولكن هو الجليد، كان كيهدير. ها انا غادا، المهم انا غاديه. شوفوا المنظر،
راني خرجت فواحد الدار، هانت هاد واحد الدار شت تبارك الله قداش. هاتي هنا هاد البلاصه فيها الديور تبارك الله، ديور نيت كبار 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 بزاف بزاف بزاف. انا ساكنين قرابين لاطوروت باش كيخرجوا للخدمه. شوفوا الجليدات، شوفوا، قلت نصور لكم هاد المنظر زوين. شوفوا البيوضه ديال الجليد، الجليد هو بحال الثلج ولكن كيسموه الجليد. ها هو يعني راه ما كاينش اللي ما كيعرفش الجليد. راه حنا دوزنا في المغرب ملي كنا صغار، كنا ديك الساعه كنعقل على راسي كنا نمشيو نقراو. المهم تحضيري ابتدائي كنا كنمشيو نقراو وداكشي، ايوا تنديروا له وتنمشيو به. ما نقولش لكم على السمره اللي كانت كدوز في ديك اللحظه والمدرسه، ولكن كانت ايام زينه، ايام فيها النيه، ايام فيها النخوه، ايام فيها الاحترام. سبحان الله كنا كنمشيو اون جروب، يعني بنات ودراري، بنات ودراري. ما كانش الطحراميات، ما كانش، كان كلشي سبحان الله العظيم نيشانيه. الولاد في شكل، دابا لا، دابا تقدر الدريريه في المدرسه صغيرات تمتم غاديه مع الطريق الغابه وهي وشي دري. ياي امينتي امينتي امينتي، هاد الزمان لما تجيش تحدي وليداتك وتحدي البنيات عرجه في الله. دابا تلقاي بعلوك صغير الله يحفظه وفيه البلا. سبحان الله العظيم، قديم الزمان كان الناس سبحان الله مربين بزاف، كانوا والدينا مربينا على الاحترام، مربينا على الاداب. تصوروا يعني حتى كانوا جوع الضيافين ما نقدروش نقعدوا معاهم في الطبله تقول صافي. والدينا كانوا يديروا فينا عب عينيهم هك، كان غبره، كان توضره، كان مشو تحت الشجر ولا مشو تحت الكرم ولا نمشيو فيه. المهم كان توضره ما كنبانوش، حتى كيجوا الضيافين ويجلسوا على خاطرهم ويجمعوا على خاطرهم وصافي. وكنا من نقلوا هضره ما ندوه داري. ما دروك البعلوك صغير تتهضري هو جالس حداه كيتسلط ويقرص ويجمع الهضره. شوف اختي البنات المنظر، شوفوا الرجال والعيالات، هاتي شي متبعيني كلشي رجال وعيال. شوفوا المنظر ديال الجليد، شوفوا انت. هاتي انا غادي في هاد الطريق، عجبتني كملت بكري الحمد لله، عجبتني هاد الطريق زوين. هاد الطريق هاي انا غاديه، وانا غادي غير سير قولوا لي سير. انا غادي لطنجه نجيبها في الطوموبيل مبهجه نجيبها ونجي، غير سير انا ماشي. ها بتاع هاد الاغاني القدام. الله الله الله، عرفتي راني شاده كنحس بالصبيعات تاع الويداتي حيت ما دايرهش اليوم الليقات، دايره دوك الليقات كنحس بهم تقطعوا. ها الله الله. والمهم شاركت معكم هذا المنظر، عجبني شاركته معكم. شوفوا هانتو هاد الارض، شوفوا الزرع دابا شتي سبحان الله العظيم. هاد الزرع غيبقى هكا قصير، ما غيكبر حتى شهر 6. كشي الناس ملي كتحيد بحال هنا، كانت هنا كانت البطاطا، حيدوا البطاطا وداروا الشعير، شعير ولا قمح، المهم ها هو شعير ولا قمح. انا تيكبر اللي غنعرفه، دابا ملي كينوض ما كنعرفو لا شعير لا قمح، ولكن ملي تيكبر تنعرف الشعير وتنعرف القمح. الشعير هو اللي باش كنصاوبو التشيشه البلبوله والتشيشه، والقمح هو راه كنصاوبو الكسكسو داك السميد الاحمر داكشي. المهم هادشي راه كلشي عارفينو، اللي ما بغاش اللي بغى يتعامى ما يقول لك ما عرفتش، وهذا راه كلشي معروف وباين. المهم دابا هاد الزرع كيبقى هنا سبحان الله العظيم، تيبقى هنا. راني يعني خرجت في واحد الدار، شوفوا هاد الدار، عرفتي هذا بحال البالي قصر هنايا. شوفوا انت الباب ديالو، وشوفوا الدخله راه فينا، عرفتي قصر تحت الشجر، قصر واعر هنايا الديور. ايوا المهم هاد اللي نكمل لكم على الكف، هاد الزرع دابا كيزرعوه دابا وكيبقى كدوز عليه الشتا، ديك الشتا كيعمر عليها الماء ويدير وكلشي ويدوز عليها الثلج، اللي الثلج وين حتى لشهر 6، حتى لشهر 6 اللي كتبدا الفلاحه فيه هنا في اوروبا. شوف الاوراق تتساقط، يعني اللي كتنوض هذيك الفلاحه، اللي كينوض داك الزرع طوال حتى لشهر 6 الجوان اللي كيطلع داك. ها هو دابا هو قصير وداير ومع الثلج غيدوز عليه ثلج وغيدوز عليه كل شيء، وشهر 6 تبارك الله تينوض صافي، تيدير السبوله، يخرج الشعير يخرج قمح ولا فارينه. ها حاجه تاع فارينه، هنا بزاف بلجيكا عندها الفلاحه ديال الفارينه بزاف، تيفلحوا الفارينه. الفارينه هو داك الدقيق الابيض اللي كنصوبوا به الحلويات وداك الشيء، والقمح راه معروف السمول، يعني
الفينو داكشي كيتصاوب هكا تران دايس. ايوا والشعير راه باين البلبوله، ولكن هنا الشعير تيعطوه الاغلبيه تيعلفوا به البهايم هنايا والبقار وداكشي. حنا الشعير حنا كنحماقوا عليه، كنا دقيق الشعير نعجنوا به الخبز يا ربي كيجي في المغرب، وباقي الان الحمد لله تناكلوا الشعير لانه صحي وبيه تبارك الله كبرت الخيل، وبيه تبارك الله تنعلفوا به البهايم وتنعلفوا به كل شيء. الشعير زين صحي صحي الشعير. تبارك الله. ايوا هذه هي نهايه الجوله. ايوا نسالي معكم هنايا، هذه نهايه الجوله. شوفوا رانا باقا غاديه نهايه الجوله، والى اللقاء. وما تنساوش جيم ولايك وقناتي فتيحه صافي بلجيك، فتيحه صافي بلجيك يعني من اسفي وفي بلجيكا. ايوا ما تنساوش لايك والكومونتيرات وما تنساوش جيم، وشكرا لكم وتنشكركم ونهاركم مبروك الى اللقاء. Les jaunes et verts, ils vont être à bord. Les jaunes, je suis pas de dior. Non, non, non. Non, non, non. Non, dans mes amis, il y a des gens qui. Stéphanie, sur Facebook, toi. Stéphanie, moi. Je peux t'inviter. C'est la gamine qui veut mettre ça. Je peux t'inviter, toi. Ah, t'as pas de compte, toi. Ah oui. Faire un mire. Elle gamine. Sinon, c'est des forteresses sur l'ordi. Non, des gamines. Ils sont là. La femme, madame. Je t'en prie. Je crois le wajib.